جزاكم الله خيرا. قلة المفتين في البلدان شيخ صالح، هل لكم قول تجاهها؟ قلة المفتين لقلة العلماء المؤهلين، ولكن اليوم الحمد لله تسهلت المواصلات، فبالإمكان أن يتصل من عنده سؤال، أن يتصل بالعالم ولو كان بعيدا عنه بواسطة الهاتف أو بواسطة المراسلة البريد، أو أن يأتي هو شخصيا. والإتيان اليوم أسهل بكثير مما كان قبل، السيارات أو الطائرات. الحاصل أن المواصلات اليوم سهلة ولله الحمد، فإذا قل العلماء فالمواصلات سهلة والوصول إليهم ميسور جدا، إما بالتلفون وإما بالمراسلة وإما بالسفر إليهم في الوسائل، وسائل النقل الحديثة السريعة. نعم.